كإنسان على كل حال، كبشر الناس نعمل تصيب وتخطئ، لكن واش نقول لك، قد بلغ سيد الزوبة النظام بلغ حدود لا تطاق. الشعب فرض النظام وهو جزء في هذا النظام، لأننا لازمش نغلطوا روحنا كذلك. الحراك الشعبي ضد النظام بما فيه ويحيى. إذن إذا كان يسقط النظام يسقط معه ويحيى، واش عنده؟ لازم يطيح معه يطيح معه، لأن الإنسان في الدنيا هذه لازم يتحمل مسؤوليته. إذا أصاب على بركة الله، إذا أخفق يتحمل مسؤوليته. المسؤولية هذه رايحة بعيد، عبر التاريخ، عبر الأجيال، وتاريخ الجزائر تاريخ عميق جدا. ما نشوفوش اليوم، نشوفوا القدام. إذا هو تحمل مسؤوليته، الله غالب يتحملها.